ممنون والله ما اقدر ابد والله والله ما اقدر غير يستفادون انا عندي بيه احنا صارنا بالتجمع 95 يوم صارنا 89 يوم بالنقابة المهندسين واليوم السادس على التوالي احنا متواجدين بساحة الاعتصام امام مجلس رئاسي وزراء من اجل مطالبنا الاساسية والرئيسية اللي هي التعيين المركزي وما يشمل منا من فقرات اخرى كما وضحنا لكم بلقاءات سابقة. احنا اليوم هنا مطلبنا التعيين، متواجدين وصامدين ومستمرين باعتصامنا لحين تنفيذ مطالبنا. اخذنا كثير من الوعود الكاذبة من جهات سياسية وجهات حكومية متنفذة بالدولة وحتى ايضا من خلية متابعة التابعة لمجلس الوزراء، لكن ماكو اي شيء يعني حبر على ورق، مجرد كلام هباء منثور ما جاي نحصل منهم لا حق ولا باطل، مجرد كلام كاذب، وعود كاذبة، وعود تخديريه، مجرد يريد يقنعك انه هو جاي يشتغل على مود جاي يقدم لك فتشي، بس بالحقيقه هو كل شيء ما جاي يقدم، مجرد جاي يوعد وعود كاذبه، وعود كاذبه اكررها، خليه المتابعه تابعه لمجلس رئاسه الوزراء جاي توعدنا بوعود كاذبه، واصلا هم قالوا خلال اربع ايام اذا ما نفذنا لكم شيء فقولوا انه خليه المتابعه كذابين. خلية المتابعة صار 21 يوم بعد اللقاء وياهم واحنا كل شيء ما اخذنا منهم. احنا صامدين ومستمرين الحين تنفيذ الحكومة مطالبنا، تنفذ اليوم وتنفذ باكر تنفذ بعد شهر احنا باقينا، مثل ما صمدنا 95 يوم احنا مستمرين بالصمود اكثر من هذا الرقم. ليش اللعب اليوم طبعا اليوم كل يومي احنا نسوي تصعيد امام رئاسة الوزراء كل ثلاثاء او كل احد ومستمرين اكو ناس هنا انا تعتصم تبات بهذا المكان طبعا كنا معتصمين امام نقابة المهندسين في المنصور ولكن لوجود لانه خلية المتابعة وعدتنا انه عدم المشاركة في مظاهرات الشعب فقالت انتظرونا أربعة أيام قبل المظاهرات لا تجون هنا لا تنامون بهذا المكان كودا هذا مكان حساس على الدولة فإحنا ما ردنا نهيج الشعب ويا الدولة صرنا فوعدنا اللي هو بخلية المتابعة الدكتور أحمد الوالي اللي هو بخلية المتابعة التابعة المكتب رئاسة الوزراء تابع العادل عبد المهدي فقال أكو درجات طلبنا من عنده عدد من الدرجات قال طلبوا أكثر معناته أنا قاعد أخذ كلام من عنده كودا هو بالدولة انا قاعد اخذ كلام انه اكو درجات وظيفيه ما يعني مسؤول عن كلامه هو زين اليوم لما يطلع ويقول لي يعني لابسني لا يجي لا هذه يعني ما يقول اكو درجات يعني ليش هيك ليش اختلاف بالكلام مالته ليش بس هذا يعني الكلام واحنا مستمرين باعتصامنا الحين تحقيق مطالبنا حسوا بينا احنا شريحة المهندسين صار لنا 91 يوم خارجين باعتصام سلمي كل اللي نطالب به حقنا المشروع اللي هو التعيين هذا اعتقد هو حق موجود بالدستور حق كل انسان تعب على نفسه ودرس واحنا بدولتنا احنا نطالب بالتعيين لكن للاسف احنا صار لنا 91 يوم هنا ماكو اي حل فقط وعود يعني اليمتى احنا كنا مهندسين كل الوزارات تحتاجنا لماذا الشريحة الطبية اللي احنا عندنا كل محافظة مستشفى معدودة على الأصابع كلهم تعيينهم مركزي إضافة إلى الكليات الأهلية ايش قد يخرجون طبية بالسنة الوحدة احنا المهندسين صار لنا من 2003 ما عندنا أي تخصيص بالموازنة المالية احنا نطالب بتعييننا احنا نطالب بحقنا لأن كافي تعبنا احنا نريد حقنا بهذه الدولة احنا كل الوزارات تحتاجنا لو كل وزارة تعطينا 200 درجة وظيفية هذول كلهم المعتصمين احنا نتعين بس ليش يجي حقنا مأخوذ؟ طب
طبعا التأثيرات مات العمالة الأجنبية يعني مهمشة المهندسين والكفاءات العراقية. يعني العمالة الأجنبية بأي شركة مفروض نسبتها ما تزيد عن 30%، لكن للأسف هسه أي شركة تروح تلقى 90% عمالة أجنبية 10% عمالة عراقية، رغم أن هم شهاداتهم ما توازي شهاداتنا ولا كفاءاتهم توازي كفاءاتنا. تشوف راتب مثلا العمالة الأجنبية أكثر ب100 قاط من العمالة العراقية. فإحنا نطالب حاليا إلزام الوزارات والأي جهات غير مختصة أو غير مرتبطة بوزارة تقليل العمالة الأجنبية وارتفاع من نسبة العمالة العراقية إلى 65%. هذا همنا رح يساعد على تقليل بطالة الشريحة المهندسين. والله إحنا قابلنا هواي برلمانيين لكن للأسف ماكو أي حال، فقط وعود، يعني فقط يقول لك أنا رح أسوي لك حال، لكن للأسف لحد الآن إحنا لو أكو حلول ما كان هسه إحنا صار لنا 91 يوم هنا ومستمرين إن شاء الله إلى أن يطلع تعيين. احنا طلعنا اليوم صارنا 90 يوم، ملينا تعبنا من كل شيء، كل الطرق استخدمناها وياهم جيناهم باسلوب كل السليم. يعني احنا صارنا 90 يوم سلميه 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 سلميه، يعني جايين ويا الدوله الى متى؟ الى متى نمشي المهندس؟ انا هذا حالنا اليوم، احنا نايمين بالتراب. يعني يجون من هذا الشارع، تعرفون انتم منطقه العلاوي شنو هي؟ معروف عن منطقه العلاوي، يعني يجيك واحد منا ليش ما عليك شيء ويطلع قبض. شو تحصل عند دوله الكضورة؟ ما تلاحق شيء، وهاي الواد نايمه بالتراب، بالحصن متحمل الحر والتعب. امس احنا بالمطر هنا انطاردنا، ما تعرفون تروح الوادي، ساعه واحد طاردك ساعه واحد طاردك وبالدواشك. يعني هاي وضعيه مهندس، اكو واحد يرضاها، اكو خير، اكو عالم، اكو مرجع يرضاها، اكو دوله، اكو دنيا، كل شيء ما حد يمنع ولا حد حكى بصوتنا. اليد العامله الاجنبيه قضت على العماله العراقيه، يعني حسب القانون يعني يقول لك 30% و 20% العماله الاجنبيه. احنا اليوم صار بالعكس، ال 20% صار العراقي، والعراقي اصبح ذليل يعني بعمله. يعني يعرف يجي هندي يتأمر عليه، وهو شهادته أقل من شهادة العراقي، والخبرة مال العراقي أعلى من عنده، وياخذ من عنده بروف وخبرة، والدنيا قالبة عليه ويصيح عليه، وراتب ذاك 60 ورقة، والعراقي يادوب 4 ورق 5 ورق. قابلنا وعود كاذبة كاذبة كاذبة، يوعدك يقول لك إي أنا وياك وجاي أمشي لك، بس ماكو، كل شيء ملموس ماكو. والله طموحي إنه أنا أتعين وأسس عائلتي، واحد اللي يتزوج عنده أطفال اللي عنده عائلة، شلون بهذا الحال؟ يعني أنا أظل والله شنو عمل حر إلى متى؟ أنا شهادتي من أخذتها؟ أهلي تعبوا علي عليهم غير أسدتهم؟ يعني إذا أهلي ما أسدوا أسدهم؟ باقين بالاعتصام، يعني الآن أقول لك لو باقين بالاعتصام، لو هو هذا أمنا الأخير، أو نكون لا نكون لا نكون. احنا طلعنا مهندسين معطلين عن العمل. احنا اول شيء مطالبنا واضحه وصريحه، احنا قدمنا مطالب. اول مطلب كان تعيين مركزي شريحه المهندسين معطلين عن العمل، مع توفير درجات وظيفيه حصرا للمهندسين المعتصمين. ثاني شيء تقليل عماله الاجنبيه، يعني هاي قللت، يعني قللت العمل المهندسين، يعني العمل، يعني اول شيء المهندس العراقي هناك ما محترم. شنو سبب العمالة الأجنبية؟ يعني المهندس الأجنبي من اللي يستلم راتب يستلم أقل شيء 5000 دولار، من المهندس العراقي يستلم تقريبا 1000 دولار، أقل 1000 دولار أو 1000 دولار. وفوق هذا كله تعب على المهندس. المهندس يعني وين لاقي مهندس في أي دولة؟ مهندس يشتغل 14 ساعة بمبلغ كلش يعني أقل من مبلغ الأجنبي. وفوق هذا يجي الأجنبي يعني يتأمر عليك وانت من البلد، وكل هذا يعني ما اقدر نحكي. بعد ما اقدر احكي استاذ، احنا اول ما هنا 15/7 وصلنا هنا، بس هنا قعدنا بالنقابه كم يوم، صار تصعدنا كل ثلاثة، هنا كل ثلاثة يطلع لنا شخص يوعدنا ان شاء الله الاسبوع الجاي نشتغلكم نلقاكم حل هيك شيء. نجي ثلاثة تجي يطلع لنا شخص اخر، يوميا يطلع لنا شخص اخر. اخر شيء وعدنا الدكتور احمد الوائلي، هو يعني بلجنه متابعه تابعه رئاسة الوزراء، ايش قال نريد اسماء المعتصمين، اعطيناه اسماء المعتصمين، قال 4 ايام وتجوني تاخذوها من يعني من عندها هاي الحكايه. اعطيناه 2023 اسم المعتصمين فقط، طلع لنا برا مده
برا اسبوعين الخابر عليه ما يرد، برا مده طلع لنا هنا يقول والله ما اقدر اجات وظيفيه. زين انت شلون وعيتنا؟ شلون هاي؟ هو ذاك اليوم قال لكم وصل الكذاب الباب البيت مالته، يعني طلع هسه هو كذاب، احنا نطالب باقالته، لان هو كذب علينا واحنا سلميين. النقابه ما لها كل دور، يعني النقابه هناك واقفين يقول احنا وياكم، بس ما قاعد نشوف احنا ويانا. بالحقيقه ما قاعد نشوف ويانا، يعني لا نقيبه طلعت ويانا، لا ايش اسمه ويانا، ابد. احنا هنا ظل معتصمين واعتصامنا سلمي. اعتصامنا سلمي احنا، هذا اعتصامنا وهاي قاعدتنا. سلمية لحد تنفيذ المطالب مالتنا. مهندسي العراقي يعتصمون لليوم 97 على التوالي. اعتصامنا مفتوح امام رئاسة الوزراء، اعتصامنا مطالبة حقه، مطالب مشروعة. التعيين المركز للمهندسين وايجاد درجات وظيفيه للمعتصم، بدنا نطالب بحق مهندس كل عراقي اللي موجود بالساحه، بدنا نطالب بحقه كاولويه من رئاسه الوزراء، من رئاسه مجلس النواب، من الساده الوزراء. للاسف لا حياه لمن تنادي، كلهم بدنا نطالب منهم، لكن رده فعل سلبيه وليس ايجابيه. كل المهندسين الموجودين اليوم من كل العراق وبكافه الاختصاصات الهندسيه سواء من الزميلات او الزملاء اللي يعانون يتعبون يتركون اهاليهم وناسهم ومناطقهم، رغم انه الظروف الامنيه غير ملائمه، رغم التظاهرات اللي حدثت بساحه التحرير والشهداء اللي انطن دماء زكيه وشباب بعمر الورود ذهبت. يعني حقيقه اليوم بدنا نتالم لكل واقع المجتمع العراقي. احنا اليوم شريحه مهمشه منذ 2003 ولحد اللحظه. للاسف هذا التهميش مو عبطا ولا عبثا، هذا التهميش عن قصد بعلم رئاسه الوزراء وبعلم رئاسه مجلس النواب، والدليل بالتظاهرات طلبوا كل ممثلي اعتصامات وكل ممثلي تظاهرات. انا كممثل اعتصام ساعه كامله واقف امام مجلس النواب، ما يسمحوا لي بالدخول. شنو الغايه؟ ما اعرف. للعلم انه محمد الحلبوس هو مهندس وخريج جامعه المستنصريه، رئاسه الوزراء ده ندخل لهم وده ينطونا وعود. للاسف هذه الوعود مزيفه ووعود كاذبه. وصلنا الى مرحله فقط لقاء عادل عبد المهدي هو اللي يكون حاسم واللي ممكن انه يقرر المصير بالنسبه لنا. اما انتم كمهندسين عراقيين وكمجتمع عراقي وشعب عراقي لك حق ومن ضمن حقوق المواطنه ينطيني حقي ويقعد وياي ويسمعني شنو اريد، او لا انا ما احب ابر مخدره وبالتالي انا افترش الارض والتحف السماء لمده 96 يوم. انا ما اعرف باي لحظه انه ممكن انسان منا انا عشوائي يشمر عليه فت قنبله، يشمر عليه فت شيء يعرض اصدقائي وزملائي للخطر. اوكي ماكو مشكله، احنا معرضين للخطر ومستقتلين من اجل حقنا، واني واحد من الناس وزملائي مستعدين نموت من اجل الحق، لان الحق يحتاج الى تضحيات. واحنا نعرف كل زين كل الثورات بالعالم هي كانت فيها تضحيات كبيره جدا، لكن احنا نريد نوصل الى مرحله نرهق الشعب العراقي ونرهق الدوله ونبتدي على مؤسسات الدوله باعتبار احنا مهندسين، والمهندس هو دائما صانع للحياه بناة المستقبل، فما نريد نخرب ولا نتحول من السلميه الى السلميه. لكن اذا هم ضغطوا علينا وحاولوا انه قدر الامكان يوضعونا في دائره مغلقه، لا اسف جدا، يعني انا وزملائي سوف نغرد خارج السلم وافعالنا حقيقه ستكون مؤثره جدا. محمود الحسين ممثل اعتصامات الهندسه في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم دخلنا اعتصامنا يوم 95 على التوالي، معتصمين باقرب مكان للدوله اللي ممكن تسمعنا به، بعد ما عجزنا ناشط نتواصل مع المسؤولين. اخر شيء انه نقلنا اعتصامنا مجلس الوزراء، 95 يوم احنا نايمين بالحر، تموز قمه الحر احنا موجودين. اللي التمسنا يعني فقط عود، مثل ما وعدوا المتظاهرين وعدوا المهندسين. باشر عقبه انتظرونا، خلينا استراتيجيه، شكل لجنه. هاي اللجان مال الدوله اللي بكل لجنه بكل مظاهره بكل هاي تفتح لجنه، وين نتائج اللجنه؟ ماكو. احنا عندنا رئيس عادل ورئيس صالح، هو لا عندنا عادل ولا عندنا صالح. يعني عادل عبد المهدي طلع بالاعلام ايش قال؟ قال انا مستعد اتفاوض ويا المتظاهرين باي مكان يردونه. يعني بعد وين نجيك؟ جيناك يم مجلس الوزراء. وصلنا لحل، يعني شو قلنا؟ الجواب غريب ومضحك. طلباتكم يا رئيس الوزراء، بس رئيس الوزراء ما بيده حل. نخابر عن الحلبوسي، الحلبوسي يقول انا متعاطف وياكم كمهندس بس ما بيده حل، يعني ابسطه تشريعيه ما بيده حل، ابسطه تنفيذيه ما بيده حل. حميد الغزي امين عام مجلس الوزراء يقول انا راح قبل شهر قال راح تنتهي سالفتكم بعد اسبوع وماكو حل. يطلع لنا احمد الوائلي
يوعدنا وماكو حل. لجنة المتابعة هاي لجنة التقت بمظاهرين كلها كذابة. يا عادل عبد المهدي انت شلون راح تصدق بوعود ويا الشعب؟ اطلقتها بتريليونات قطع اراضي ورواتب طلعت بيوم وليله. الموضوع من وصل يم كراسيكم خفتوا ووعدتوا وما تنفذون، بس للاسف الشعب اللي قدم 150 شهيد و6000 جريح انضحك عليه بكلمتين، وبدل ما يروح يكمل مسيرته بالمظاهرات راح يقدم على المال عاطلين على عمل منحه 175,000 ويروح على مطار مثنى يقدم على جندي، عافوا قضيتهم، الشعب انضحك عليه، واذا ضحك عليك مره اذا كذب عليك مره هذا عيب عليك، بس اذا كذب عليك مرتين عيب عليك انت صدقته. بداية المهندسين المعتصمين لمدة أكثر من 90 يوم هذا حالهم لحد هاي اللحظة. الناشد الدكتور عادل عبد المهدي أن يشوفونا شارة لهاي الأولاد أولاد البلد اللي يريدون يخدمون البلد اللي يريد يساهم مشاركة بناء البلد. يا دكتور عادل ترى احنا ولدك ولد الدولة اللي يريد نبني الوطن، مو هذا حالنا احنا نايمين بالشارع صارنا أكثر من 90 يوم، ولا هذا حالنا احنا نقعد نطالب ونطالب ووعود تخدير وخليات ولجان وما عدا الطبات جوا نطب رئاسة الوزراء ونقابل مدير مكاتب ونقابل مدراء في سبيل وعود وتخدير وأمور. يعني صراحة احنا ملينا من هاي الوضعية، يعني احنا ولد الدولة وما نقبل على نفسنا انه نكون عصاة، لا بالله، احنا نريد نكون ويا البلد، احنا نريد نساهم خدمة البلد. وضع العصيان هذا ما يعجبنا صراحة، ولا احنا في يوم من الايام نفكر انه نعصي الدولة، بالعكس نطالب مطلب وعطف عطف ابوي من الدكتور عادل عبد المهدي انه يحل مشكلتنا، يحل قضيتنا، درجات وظيفية لهذول المعتصمين اللي صار لهم اكثر من 90 يوم تحل القضية. مجرد موافقة من وزارات المالية والوزارات المهندسين من كافة الاختصاصات وعلى كل المحافظات شيء مطلب سهل، وعلى كل الوزارات مطلب سهل، مو بذاك الصعوبة. يا ريت يا دكتور عادل عبد المهدي ويا أستاذ محمد الحلبوسي اللي وعدت أنه تحل قضية المهندسين واللي قاتلت قتال بمجلس النواب على هاي القضية، يا ريت تكون مصدر وفاعل خير للمهندسين لأخوتك وزملائك، بما أنه أنت أستاذ مهندس وخريج نفس كليتي أنا كخريج مستنصرية، أريدك توقف بحل مشكلتي وتشوف ولدك وأخوتك. أخوتك إحنا بنات الوطن بالشارع نايمين وبالتراب، بنات تقبلوها يعني على بناتكم أنه ينامون بالشارع؟ ليش لهاي الدرجة وصلت يا أخواني يا أسياد الدولة؟ ليش لهاي الدرجة وصلت بنا الحالة؟ رجاء رجاء أخوي، رجاء من ولد الدولة تحلون قضيتنا. مجموعة من المعتصمين من خريجي الكليات الهندسية من جميع محافظات العراق من جميع الاختصاصات الهندسية، معتصمين كنا معتصمين في نقابة المهندسين في المنصور، وبعدين نقلنا اعتصامنا إلى منطقة العلاوي قرب رئاسة الوزراء، صارنا معتصمين أكثر من 95 يوم. تعبنا احنا، تعبنا عوائلنا تعبت، احنا ما طالعين مشاغبين ولا عابثين بأمن الدولة، احنا طالعين نطالب بحقوقنا المسلوبة اللي هي التعيين، التعيين المركزي اللغة والمهندس العراقي صار يتخرج بأعداد كلش هائلة وتكدس اكو، ماكو ترتيب من وزارة التخطيط، ماكو تنظيم بحيث انه تستوعب الوزارات والشركات ذات القطاع الخاص ما بيها ضمانات، المفروض يستوعبون هاي الأعداد، يصير اكو في التعاون بين وزارة التخطيط وبين وزارة التعليم العالي، شلون تتخرج هيك أعداد تكدسون بدون عمل؟ البطالة صارت يعني فتشي ما معقول، هذا الشيء ما يصير، احنا تعبنا، احنا ما طالعين هنا متونسين، احنا قاعدين في الشارع معرضين لكل شيء، معرضين للتنمر، معرضين، اطفالنا تعبوا من الشمس، احنا صار لنا من 15/7 ولحد الان، جو هواي التقوا بينا نواب رؤساء كتل، مجرد حكي يعني ماكو شيء ملموس،
مجرد حكي وعود كاذبه، ما حصلنا شيء لحد الان، صار 95 يوم. احنا نريد اللي صح اللي يكون هو صدق مسؤول وقد المسؤوليه وصاحب كلمه وقد كلمته زين وضميره حر وصاحب غيره، يطلع يشوف احنا حقنا، احنا بدنا نطالبه في شيء غير حقنا، يطلع يكون قد كلمته وينفذ وعد صحيح، مو بس يعطينا حكي يعني ما إلى اساس وما إلى ما بدنا نلمس شيء بيدنا. تعبنا، احنا تعبنا، احنا مستمرين وما نتحرك من مكاننا اذا ما نحصل شيء بايدنا. احنا نريد تعيين، احنا صامدين هنا باقين صيف شتاء حر برد، يعني لان احنا تعبنا، اذا ما نحصل شيء مستحيل نتحرك من مكاننا. طبعا احنا مهندسين العراق من كافة الاختصاصات ومن كافة المحافظات، طلعنا يوم 15/7 ولحد اليوم طالعين احنا نطالب بحقوقنا المشروعة والمسلوبة. طبعا التعيين حق مشروع كفل الدستور العراقي، ولحد اليوم احنا ما قاعد نشوف اي تجاوب من الحكومتين سواء التشريعية او التنفيذية. قابلنا نواب هواي، قابلنا مستشارين، وقابلنا ناس واصلة بالدولة ورئاسة الوزراء، وكلها وعود وتخدير، ولحد الان ما شفنا اي استجابة حقيقية. ناشدنا المرجعيات، ناشدنا القنوات الفضائية والاعلاميين، والكل ناشدناها والكل صارت تعرف قضيتنا. احنا اليوم صارنا 95 يوم نايمين بالشارع بهاي الشمس وبهاي الظروف التعبانة اللي موجودة بالعراق، والخطورة طبعا اللي موجودة. احنا حاليا بالعلاوة، بمنطقة العلاوة امام رئاسة الوزراء، هذا المكان يعني خطر، وهم نفسهم القوات الامنية يقول يعني خطورة عليكم، لذلك هسه خمس دوريات موجودة داير ما دايرنا تشوفوها. هاي شغلة. الشغلة الثانية، احنا مهندسين، يعني المهندس العراقي حاله ينام بالشارع، اتخرج وكمل كلية الهندسة ومعدل على مود ينام بالشارع. اضافة لذلك احنا مطالبنا مشروعة قلت لك وبسيطة، ما رايدين لا شيء تعجيزي ولا رايدين راتب 60 ورقة مثل المهندس الاجنبي اللي هو بكالوريوس اللي يشتغل عندنا بالعراق. احنا رايدين تعيين نفيد الدولة. انا اسأل سؤال، من اللي راح يفيد الدولة؟ المهندس الاجنبي اللي جاي من الخارج اللي شهادته بكالوريوس، لو المهندس العراقي اللي قلبه على العراق وراح يبقى بالعراق؟ اضافة لذلك المهندس الاجنبي مو احسن من المهندس العراقي، والدليل احنا هسه الشخص اللي طلع معدل 50-55 يروح للخارج يجيب شهادة ويجي، بينما بالعراق لا، مو 90 ما تنقبل الهندسة. هاي شغلة. الشغلة الثانية، وزارة التخطيط من 2003 لحد اليوم وين موجودة؟ ايش سوت؟ احنا وزارة التخطيط من نشوف 14,000 مهندس يتخرج بالسنة وماكو اي تعيينات. اوقف كليات الهندسة، افتح غير كليات، زين التعليم هو مجاني بالعراق، يعني انت الدولة قاعد تخسر علي وتسويني مهندس وتذبني بالشارع، لا تخسر علي، خلي تسد الكليات ونقعد ونسكت، ما بيا شيء. يقولون يابا احنا ما زين، ما يقدرون خيطلعون، اذا ما يقدرون يديرون الدولة خيطلعون، اكون هسه كفاءة عندنا بالبلد تدير الدولة، يعني هم لا دايرين الدولة، لا دايرين هاي الكفاءات الموجودة. احنا مو بس احنا المهندسين، اصحاب الشهادات العليا كل الناس طلعت هسه كلها قاعدة بلا تعيينات وبلا خدمة الوطن. احنا نريد نخدم وطننا، اعطونا مجال خلونا نشتغل.